هاد كشما راك وين سكوت كود ديال ياسي ديال ياسي عسرا كما تتشاهدوا يعني كاين مجموعه من المساهمات سواء من المساهمات اللي جايه من طرف الدوله كما تتشوفوا مجموعه من المساهمات فيما يخص المواد الغذائيه كاين المساهمات كذلك ديال المجتمع المدني وهادشي اللي تتشوفوا حاليا هو مساهمات على مستوى التغذيه وفرتها لنا يعني الدوله من اجل يعني تقدم للناس المتضررين جراء هذا الزلزال. Thank you.